الانجاز ده لازم عشان يحصل بيحصل من تخطيط جيد، بيحصل من ناس اخلصت النيه لله سبحانه وتعالى، اشتغلت، انتقت اللاعبين، انطبقت العدل. معانا الكابتن هشام التهامي رئيس الاتحاد السابق بقى، واللي هو الحقيقه والد هذا الانجاز. اهلا بيك يا كابتن هشام. اهلا بيك كابتن هيثم، ازي حضرتك وازي ضيوفك اولادنا كابتن احمد وجانا، والف مبروك طبعا لينا كلنا، وشكر جدا على المقدمه الجميله. لا ده حقك يا كابتن، وحضرتك يعني والد هذا الانجاز، واشتغلت 4 سنين تعبت فيهم، اخلصت النيه ربنا كرمك، وكمان اللي انا عرفته ان حضرتك ما خدتش الانتخابات كمان اللي حصلت امبارح واللي فاز بيها الكابتن علي حسب الله. طب ليه ما نزلتش الانتخابات يا كابتن؟ والله الحمد لله احنا الفتره اللي فاتت دي انا زي ما حضرتك قلت اديت باخلاص واديت وقت كتير قوي قوي للعبه وللاتحاد عشان نعمل الانجازات اللي حضرتك شايفها دي، فطبعا اثرت على عملي الخاص يعني، فانا قلت لا انا اشوف بس عملي وشغلي الفتره الجايه دي، لان انا اثرت معاه كتير قوي، فان شاء الله يبقى وانا متواجد برضو. الواحد ممكن يشتغل من بره المنصب وجوه المنصب، اللي عايز يعمل حاجه اكيد هيعملها، مش لازم يكون ليه منصب بصراحه، بس الحمد لله يعني احنا متعاونين والمجلس الجديد برضو متفائل بيه جدا، ومجموعه متميزه بصراحه، وانا واثق ان هيعملوا انجازات اكتر بكتير من اللي احنا عملناها ان شاء الله. كابتن هشام انا بهنيك الحقيقه، انا يعني سامعك بتتكلم وانا بهنيك، ويعني اتمنى حضرتك تتقبل مني كافه يعني او كل جوانب الاحترام والتقدير. حضرتك راجل امين مع نفسك، حضرتك بالرغم الانجاز اللي عملته كنت ممكن تحتفظ بالمنصب او بالكرسي وما يفرقش معاك ان انت تديله وقت او ما تديلوش وقت. انا بهنيك يا كابتن على صراحتك وعلى امانتك. شكرا والله. طب كابتن انت اكيد قبلك صعوبات في خلال ال4 سنين اللي فاتوا، انت شايف الصعوبات دي ايه؟ على الاقل زي برشامه صغيره او زي يعني ميمو صغير هتقدمه للاتحاد اللي جاي بعد منك، ايه المشاكل اللي قابلتك؟ هو طبعا المشاكل ان احنا مش واخدين ان الرياضه يعني احنا واخدينها هوايه مش واخدين احتراف. احنا لحد دلوقتي طبعا في الريشه الطايره واخدينها برضو كهوايه، لكن لازم يبقى تخللها شويه احترافيه في الاداء او في الاداره، بحيث ان انت لازم تعمل نظام يمشي عليه منتخبات. الاداره عندك في الاتحاد لازم تكون برضو على قد المسؤوليه والكفاءه، ان كميه البطولات اللي بتطلع لازم يكونوا في بطولات وفي اجراءات، وبالذات بعد طبعا الاجراءات الجديده بالكوفيد 19 اللي احنا عدينا بيها السنتين اللي فاتوا دول، كان الاجراءات صعب جدا، كان لازم يكون في متابعه دايمه للاداره وللمنتخبات والتدريبات والاجراءات اللي احنا المفروض بناخدها عشان نحمي اولادنا ونحمي كل اللي شغالين في المنظومه بتاعتنا. ف اهم حاجه يكون عندك خطه، واهم حاجه يكون انت بتتابع الخطه، ويكون عندك صبر وعندك اخلاص في اللي انت بتعمله، بنوصل اكيد لنتائج زي ما حضرتك شايف كده، ويمكن ان شاء الله احسن الفتره الجايه. طب كابتن هشام حضرتك نجحت في الاتحاد الافريقي. الحمد لله. طيب من 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 واقع منصبك في الاتحاد الافريقي، هل في ما تقدمه لمصر؟ وكمان انا عارف ان حضرتك هتحتفظ بمنصبك جوه الاتحاد كممثل دولي، وده موجود في اغلب اللوائح ان اللي بيمثل مصر في الهيئات الرياضيه الدوليه بيحتفظ بمقعد في مجلس الاداره، بس الاهم هو منصبك في منظمه الاتحاد الافريقي، هل يعني عندك ما تقدمه لمصر من خلال منصبك ده؟ هو الحمد لله يمكن احمد قاعد معاك كمان وكان عارف ان بطوله افريقيا اللي احنا خدنا فيها الميداليات والفوز دي كلها ما كانتش في ميعاد مناسب، لان كان عندنا في نفس الوقت ميعاد بطوله كاس العالم، فالاتحاد الافريقي كان مصمم يلعب البطوله في الميعاد اللي هي في نفس ميعاد الافريقي اللي احنا مشاركين في بطوله العالم، واحنا مشاركين في نفس المكان، فكناش هنشارك في بطوله افريقيا طبعا عشان احنا هنشارك في بطوله العالم، لكن وجودي في الاتحاد الافريقي في اول اجتماع كمان اللي هو كان لسه تعارف، اعرضت في جدول ما يتقدم جدول اعمال تغيير ميعاد بطوله افريقيا، وده كان حاجه طبعا صدمت المجلس اللي معايا في افريقيا، ان احنا اول اجتماع بدل ما يكون تعارف شغل على طول وتغيير في مواعيد، ودوله منظمه اعترضت طبعا في الاول، لكن مع الاصرار وبينت لهم قد ايه مصر اهميتها ان احنا نلعب البطوله دي، وازاي افريقيا تكون مش ممثله اذا كان في كاس العالم، لو ما رحناش كاس العالم واحنا لعبنا افريقيا يعني اختار بين اثنين. فالحمد لله بعد نقاشات عنيفه جدا الحمد لله احنا قدرت ان انا اغير ميعاد البطوله،
والناتج ان احنا الحمد لله ربنا كرمنا وخدنا يمكن معظم المراكز. سبع يعني. ميداليات ما شاء الله يا كابتن هشام. سبع ميداليات ربنا ومجهود من اولادنا طبعا والمدرب بتاعهم والاداره كلها ما شاء الله ومجلس اداره كامل يعني. يعني انت اوريدي من خلال منصبك في الاتحاد الافريقي قدمت لمصر يمكن هذا الانجاز ما كان يحدث لولا تدخل حضرتك وشرحت وجهه نظرنا، خاصه ان مصر دوله تقيله وانه عدم وجودها في اي بطوله طبعا بيفقد البطوله كثير من الوزن. فطبعا انت يعني اكيد قدمت خدمه كبيره جدا لبلدك مصر طبعا ان انت اجلت البطوله، وفي الاخر احنا كسبنا وحققنا انجاز كبير وتاريخ بيتضاف لنا. بصراحه يا كابتن هشام انا اتمنى لك كل التوفيق، واكيد لسه عند حضرتك كتير تقدمه لكره الريشه في مصر. بشكرك شكرا جزيلا كابتن هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري السابق للريشه الطائره، ويعني